ايوا يا اختي، راه بنادم راه ما تيحشمش. وشوف هاد بنادم هذا دروكا، بنادم يسبك ويعيرك ويدعي فيك ويغرق ليك، وبنادم راه ما تيحشمش نهائيا. وبنادم ودروكا هاد السعيده شتير، وانا نيت داك النهار انا في داك الفيديو نيت لمت عليها، قلت زعما ما كاينلاش، ولكن لا، لقيت بانه فعلا 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 هاد خيتي هادي راه الاستفزاز. صافي نغرق ليك سبان وندعي فيك في ولادك ونجي نجلس تنتهكم. ايوا خرجت زعما يا سيدي بتعتذر، قالت لك بتعتذر بتعتذر كي الناس ضروري. واحد رفعت عليها شكايه، واش الرد الفعل ديالها الاولاني تقدر مثلا زعما عادي دعي ولا بعدي طبري راسك، ولكن لا، هي زعما خرجت بتعتذر. وتشوفوا لكم الاعتذار كي داير، وتشوفوا اللي ما شافش الاعتذار. والسيده راه تتنز راه تتهكم راه بسخريه داكشي نتاع. اي والله خلي لك ولادك وتفرشخ بالضحك. اي والله امك انا راهي على قبل امي. اما والتكبر، وبنادم تيغرق ليك وتيتكبر وراه شيء مستفز. انا بعدا استفزتني قسما بالله العظيم، لا استفزتني. وهي تعيط لذاك الرويج اللي عندها، وهي تقول لي بون بيبي دابو غاجي لهاد الجيه، وهي تمجي قالت لي اش ندير، واش نعتذر ليها؟ ويقول لها لا، ما تعتذري، ما تطلبي السماحه، ما ديري والو هكا. اقسم بالله الا هكا قال ليها الا طنطز. وخصك تعرفي واحد الحاجه، اقسم بالله الا بغيت هنا منك، والله حتى بغيت هنا منها. نقول لك واحد الحاجه، شي داك الرعايا الفرنسيين اللي كانوا عندهم الحظوه هنا في المغرب، داكشي راه ما بقاش، راه ما بقاش. شفتوا شكون اللي مسجود عندنا؟ راه الناس واصلين ومسجودين. ياك شفتوا شكون دوك اللي تشدوا على قبل واحد القضيه؟ راه ما كاينش ديك الهضره باقي، راه ما كايناش ديك الهضره باقي. اني واه اعتذري مسرح وطلبي لي اعتذار مسرح، راه غادي تمشي للحبس، راه الادله كلها ضدك. وجالسه نمشي للحبس وناكل نيت العدس ونجلس نعم سيدي وباخر مع راسي وندير ونفعل. ما تقديش عليه، انت عقلك اصلا شوي باقي لك غير وحده، باقي لك وحده ويزهق لك. الا لو بيطلع لك شي 4000 شهاده طبيه بانك حمقى، وانا ارجح هاد المساله هذه بانه يطلع لك شي 4 الاوراق. وديك الساعه بدا باش نتعاملوك معامله خاصه، باش نتعاملو معاك معامله خاصه. ما اختي تتغرقي الناس سبان، تتغرقي المغرب سبان، تتهكمي، تتقولي عاش الملك وبتهكم. كلشي عارف هاد الهضره هادي، كلشي عارفها، كاع اللي تيفهم شي شويه راه عارفه. ما تنهضرش على دوك اللي ايه مسكينه ميمي تدير الخير ميمي تدير، لا 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 لا، لا. هذيك الهضره ما كايناش، هذيك الهضره ما كايناش. انت واحد الانسانه زيغه، انت واحد الانسانه حاقده. اي واحد يقدر يفهم هاد الهضره هادي، اي واحد يقدر عنده شي شوي شي شوي شي شوي نتاع الوعي غادي يفهم هاد الهضره. راه كي زعما على صحاب كي سعيده شرف، هي مايا كانوا عندها مشاكل، وكانت اصلا هي مضغوطه وكانت وبعيده. ما سعيده شرف راكزه ومثبته وتتعرف اش تدير، عندها اعلى تركيز. شفت انا بين فن اعلى تركيز، عرفتي شنو الانسان يمشي ويشتغل وتكون عنده عائله ويكون تيعرف يجيري الامور ديالو، راه ما ساهلش، راه ما ساهلش، راه والله تتشتف عليك، وراه غادي تشتف عليك لانك قبيحه قبيحه وضاسره، قبيحه وضاسره، وتدخلي في المغاربه ما تتحمليهمش. راه لا يصحابكم الضحك، الله يصحابكم قلب ابيض، الله يصحاب. هذيك الهضره ما كايناش، راه ما كايناش هذيك الهضره. راه اللي تيدير المعارض الاطفال راه ما يمكنش يكون قلبو ابيض، راه ما كايناش هذه الهضره، راه ما كايناش هاد الهضره. راه تحت ما تنبغيو ليه الحبس، غير بخصوص الناس اللي تيدخلوا تيقولوا لي انه لا، راه انا راه عارفه القضيه نتاع الدنيا باطمه ما تنبغيش نهضر فيها. السيده دخلات الحبس صافي، سالينا سدينا. وسعيده شرف براسها قالت بانه انا كنت هي طرف القضيه، كاينين بزاف الناس رافعين عليها دعوى، وقع اللي بغى يوقع صافي سدات، وما كنتش تنتمنى لها الحبس وما كنتش، ولكن الامور راه مشات سيرها الطبيعي. السيده الله يطلق صراحه على خير وصافي، وتخرج وليداتها. سالينا داك الموضوع، تنهضروا على هاد الهيشه، هادي هاد الهيشه البحر،
ما تنعيبوش في شكلها، في سلوكها اللي تعتبر راسها احسن من المغاربه كاملين واذكى منهم كاملين. عرفت شنو معارض تبيع الصور نتاع الدراري الصغار. المهم مرات الاخت معايا حتى هي دارت واحد الشكايه، دارت شكايه ضد، ولكن الشكايه اللي دارت مختلفه على ديال السب والقذف اللي تعرضت لي سعيده شرف، دارتها هي في خصوص الموضوع ديال الاطفال نتاع تصوير الاطفال. وهي تقول لهم، حطت واحد البوست في الانستغرام وقالت لهم انا عندي شكايه حتى انا وتانا، واعطيوني تليفون. واش سمعوا 16 الخ، هادو هما الباترونات، هكا تيكونوا الباترونات. تصنتوا اعطيوني التليفون ديال سعيده شرف. على اختي سعيده شرف شيط عليها راسها مع من تضلي انت، مع من دايره حلقات اليوم؟ ماشي مع داك السيد اللي كان تيضل عليها البقره البقره الحلوب، وماشي هو مول هاد المشاكل كلها، ماشي هو اللي غرق الدنيا، ماشي هو مول هاد المشاكل كلهم. شكون اللي كان تحارب مزيان معاه؟ ايوا شوف باش تبي بنادم تيكوي وبخ ويقول الشافي الله. وهذه هادو هما فاش نقولوا باترونا ياك شفتوا الاستراتيجيه نتاع تدخياتنا هادو كيفاش تيتعاملوا مع الامور. راه دخلت في موضوع مايا دغيا ولقات فرصه، راه عطوني تليفون. هي ايش هي طريق محتاجه لك انت اللي بدعمي لها القضيه، الا دعمتي لها انت القضيه هي ما عرفت فين بتولي. اختي راه انت راه صاحبه داك الشخص اللي ما خلى فيها، داك اللي هارب اصلا اللي ما خلى فيها، اللي في الميريكان تاعك عرفتو سيمو، ما خلى فيها غير اللي ينسى. انت راه لانتيم ديالو، عرفتي شنو هي لانتيم؟ يعني ما تتفرقوش، راه من اصحابات، راه ما تتفرقوش. هذاك دروكا نسي بيتي تجي دروكا تدعمي ليها القاضي ودير اختي قضيتك. قالت اللي كنت درت هذاك العام باش تلحق الهضره، عرفت الناس بيت الحاجه اللي بيت سالوها الناس تتنوض هي تتسبق فيها، زعما 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 راه قفوزيه انت. راه المشكله فين؟ راه بحال ميمي الا جينا نشوفو هي بوجه اخر، انت بوجه شويه حضاري وهذيك بواحد نتاع الشمكره، بواحد الشكل مشمكر. المراه نفس بجوجكم عندكم امر عند زعما بسيكو، وتصحابكم راسكم بانكم اذكى من خلق الله جميعا، وبجوجكم تتحقروا من المغاربه، وبجوجكم تطيحوا من المغاربه بجوجكم. سعيده شرف ما محتاجه لك لا تدعمي لها لا قضيه، لا قاده بشغلها وطالبه حقها الطبيعي اللي احنا كنا معاها فيه. علاش؟ لانه هذيك السيده راه تدخل في المغاربه، دخلت وداك سون بيبي دامور راه بغا يتهنى منك. قال لها ما تطلبي تحت السماحه، نو قال لها لا 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 ما تطلبي تحت، ما تطلبي منه السماحه، تيتعفر داك التكبر نتاع فرنساويين. ياك عرفتوه اللي ضررنا في قلبنا، اصلا ضررنا في قلبنا. داك النهارات ميمي الا شفتوها فاش كانت تتسب وتدعي ما بقاش تمتامه، مشى ليها التمتيم وتسرحت ليها الهضره. باش تعرفوا راه كاين التمثيل تماك وكاين الطنز، ومدرب شخص مدرب على شي حوايج عجيبين. ايوا دروكا تمتمي شويه مع راسك، الا بغيتي تعتذري تمتمي.